هنا في منطقة الحصب أوجدت الميليشيا الإنقلابية لها تموضعاً مختلفاً سعت من خلاله لإيجاد معتقلات سرية وإدارات تنظيمية لعملياتها العسكرية والإعلامية. استفادت الميليشيا الانقلابية أثناء بسط نفوذها بحي الحصب من ذلك الامتداد الشاسع وسعت لفرض تواجدها بقوة وركزت بشكل كبير على المنشآت التعليمية التي أفقدتها هويتها وعطلت العملية التعليمية برمتها بعد أن اتخذت منها مواقع لإدارة عملياتها العسكرية والتنظيمية. تدمير كل ما هو لصالح الناس، لصالح طمس الهوية التعليمية، طمس الثقافة داخل المحافظة، هذا هو الضرر الذي لا زالت تعمل عليه في كل ما في كل الأماكن التي تستقر عندها. ونحن إذ نتتبع الضرر الذي لحق بهذا القطاع الحيوي الهام برزت للواجهة أمامنا مدرسة المنار الأهلية. على أطراف حي الحصب الشمالي الغربية تقع مدرسة المنار، وبموقع متميز تطل من خلاله على مساحات واسعة من المواقع والأحياء السكنية في مدينة تعز. هذا الأمر جعلها هدفاً مباشراً للاقتحام من قبل ميليشيا الانقلاب. استهدفت موقع استراتيجي قريبة من مواقع كثيرة، تطل على الأربعين، تطل على وادي القاضي، تطل على البعرارة، مدينة النور، قريبة من الدفاع كمان، وأخذوا منك موقع عسكري لهم وإعلامي كمان. حشدت الميليشيا لهذه المدرسة كل إمكانياتها وجعلت منها مركزاً قيادياً وتنظيمياً وعسكرياً، وأغلقتها تماماً أمام المئات من الطلاب الذين توقفت دراستهم ولفترة طويلة. مدرسة المنار كان صرح تعليمي كبير في الحصب، وسمعته وشهرته وقوة تعليمه، وكنا فرعين، فرع البنين وفرع البنات. نحن الآن في فرع البنات، كنا نستوعب قرابة 1000 طالبة وطالب من الأطفال. كان إيش أقول لك على مدرسة المنار، كانت شعلة في التعليم. طلابنا من طلاب متفوقين الآن، لحد الآن حتى في جامعة الحكومية أو جامعة السعيد.
بعد استقرار الميليشيا في المدرسة، تهيأت لها الأجواء لاتخاذها مركزاً إعلامياً، واستفادت من الأدوات الموجودة في طباعة كتيباتها وملازمها ومنشوراتها الخاصة، والشاهد على ذلك تلك المطبوعات المتناثرة في كل الغرف. كان معنا طابعة حديثة استخدمت، قالوا لي حقهم الوسائل الإعلامية، نشر الكتب، كتيبات الصغيرة، المجلات يومية كانوا يوزعون بين الناس. قالوا من استخدمت كان مركز إعلامي عندنا هنا. أمر آخر أقدمت عليه الميليشيا الإنقلابية هنا، وهو الاستفادة من تعدد فصول ومرافق المدرسة، واتخذت منها معتقلاً للحجز والتعذيب لتكون ثالث أكبر معتقل في المدينة. حصل إن الحوثة عند دخولهم المدرسة خلونا مقر عسكري وسجن بنفس الوقت لأفراد هو المقاومة أو أفراد سكان المنطقة كانوا يأخذونهم. مارست الميليشيا الإنقلابية في هذا المعتقل مع السجناء كل أصناف التعذيب. كان في معهم اسمه واحد جلاد، ما أذكر اسمه، كان يجلس تعبث لك بالذي داخل السجناء من المقاومة والمواطنين اللي هم معهم ولا معهم حالة، ضارب عليهم ضابط، حتى أنهم كانوا يدخلهم داخل الضغاطة. الضغاطة هذه أنتم ما تعرفونيش، لكن إحنا قد ذقنيه. تجلس متر في نص متر مستقيم، ترقد انت مستقيم، حتى انه يوصلوا لنا ايش ويحقون. شفت العود الكبريت؟ العود الكبريت من هنا لا هنا كذا كاملة، ما يخليك مثلا الشيء تغمض، ما في يعني لا نقدر نخرج يعني نخرج دورة المياه تمام، ولا يخلونا احنا الف واحد مع مريض مصاب ما يخرجوش نهائيا الا بعد عناء طويل تمام. التعذيب والتهديد من قبل يعني الأحوثة، وفي ناس كبار السن برضو محابس معنا، يعني ما لهم أي تهمة ولا لهم أي دليل تمام. دائما يعني كان عذاب، ويستدعون إحنا من الساعة 3 في الليل لين الصبح تحقيقات. استخدموا جميع وسائل الطرق، الضغاطة، الكهرباء، وعصيان وحدايات بكل حاجة بأسلوب التعذيب من شتى جميع النواحي. حتى وصلوا لك داري كيف انهم في كتفه كده للخلف تمام، اللي يشوف انه مثلا في بشده وفي بقوه يكتف انه كتف يدات ورقول، يركبوا على الكرسي، كل من قزاع طقوه، من قزاع زبطوه، من قزاع هانوا. يعتبر الشخص 23 يقول للشخص نام، ينام ويطلقوا بالرشاش. عندهم أساليب تعذيب قذرة، منها أن يطرح الناس بالدكاكين هذه، فيؤتوا الساعة 3 والساعة 4 يتكلمون فيما بينهم أن إحنا لابد نقتله، لابد نصفوه. بل من قصصهم أن يأتي أحد الناس فيضع الآلي الكلاشينكوف فوق الظهر حقك ويرمي واحد لفوق. تخيل حجم الفاجعة التي يصاب بها الإنسان. قاموا بتعذيبنا داخل المدرسة،
قسينا يومين بدون أكل. بعدها قابلوا إحنا أكل يوم ثاني. دخلوا إحنا داخل الضغاطة. عذبوا إحنا داخل الضغاطة. طبعاً كنا بالليل لما جينا نرقد داخل بالليل كنا راقدين يقولوا شنو إحنا محامي. قيموا إحنا كده. يبقوا عنا إحنا. التعذيب والتهديد. تمام دائماً والقتل والترحيل صنعاء والترحيل لصعدة. يهدون إحنا في بعض الزملاء يعني أخذوهم لحد الآن مخفين مش عارفين وينهم. هل هم بصنعاء بصعدة أم قتلوهم والله مش عارفين. يعني يحصل أي عذر أي سبب صورة بتلفونك رقم تلفون مشتبه بأي عذر تمام يشلوك بس يجيب لك عذر بس واحد وأخذك للزنزانة ولا يوديك الصالح مدينة الصالح. لم تكن هذه هي القصة الوحيدة، فهناك قصص أخرى جعلت من شهدوا أحداثها يتوارون عن الأنظار، لكننا ذهبنا لتتبع شهادات لرواية قصصهم. جابوا واحد محقن مناخ اسمه عبد الله، بعد جابونا داخل. طبعا هذا عبد الله معمور بالرجل بينه كسر موتور. بعد زميلي قاموا قال لهم حرام عليكم ضربونه ما يصلحش كده ضربونا انا بدله. قاموا ضربوا زميلي ذا وعذبوا الوليد فوق الجرح رجله شعبط انه شعواط خبطنه ضربنه كسروا راسه علقنه بفلكه قص يومي معلق كده فوق هو زميلي. بعد خبطنه احنا كسرنا احنا كسوار صح من داخل مرسى هذه نسل المنار. واحد الوازعه يعني اخذ بيكس اطفاله بيكس جهاله مسكوه اخذوا السياره حقه اخذوا المبالغ الماليه كامل تحفظته كامل تمام. وما جهاله كان مش عارفين انه محبوس عارفين انه يشتغل داخل المدينه مش عارفين ايش انه محبوس. اخذوا السياره على صادروها والمبالغ الماليه حقه صادروها وبعدين حولوا مدينه الصالح. وكان هذيك الوقت يعني قهاله ويشتي يكلم اولاده الشيء يقول له اولاده انه محبوس تمام بسجن فلان الفلاني ما قدرش يتواصل معهم ولا قابل له اي تلفون ولا قدرش يتواصل مع قهاله. قهاله منتظرين كسوه العيد وهو داخل الزنزانه مش عارف انه محبوس. احد الاخوه تم اخذه وضربه حتى وصل الى ايش؟ الى الاغماء، كاد ان يغمى عليه. ليش؟ فوصلوا الى حدائق الصالح. ما هي مشكلته؟ مشكلته انه وضع التلفون طيران. يقول لك ما بالله هذه الطائره هي هذه الطائره اللي بتضربنا. يضرب الرجل يسحب يؤخذ الى مدينه الصالح كسجين بسبب انه طرح التلفون حقه وضع الطيران. يعني ام هذه من اين جاءت؟ يعني محزن مبكي. معك مبلغ مالي تمام ياخذوا منك واحيانا يفرقوا عنك بمبالغ ماليه. في ناس قادرين يدفعوا لك المبلغ تمام يخرجوه. اما انسان مش قادر احيانا يشوفوا مره مرتين يحاولوا له من شان يخرج تمام يحاولوا مره مرتين ثلاث مرات ما فيش احد تابع بعده يخرجوه احيانا. سعت الميليشيا الإنقلابية للحفاظ على عدم تعرضها للقصف في هذه المدرسة إلى زيادة أعداد المعتقلين وأمنت بهم المكان. طبعاً المرسى كان مقسم إلى أربع جهات. تكيف؟ يعني الغرفة دي حصل داخلها خمسة ستة غرفة حصل داخلها مليان حصل داخل غرفة ثانية حصل مين شوبها مع الكبار مع أقوال مع كلهم. يعني العذاب الصح يعني تحصل مكان بينهم بالعذاب كثرة لهم العذاب الشديد صح. تصور أنت 20 واحد داخل غرفة كيف اللي ينام كيف يعيش كيف كذا يعني كل مأساة. لما توصل الطائرة يقوموا يهربوهم من السجن ونحن محابس داخل الزنزانة مش انتظر تسقص في ناحية الطائرة. يقولوا العدوان السعودي ضرب ليش السجون حق المحابس السجناء الأبرياء ويطرحونها داخل وقفلوه وهم يهربوا ونحن نبقى ايش داخل السجون مش انتظر في ناحية الطائرة.
أدركت الميليشيا أن الخطر يتهددها. بعد أن تعرض هذا الهنجر المتواجد بجوار المدرسة إلى القصف وذهبت إلى العبث بكل محتويات المدرسة، نهبت الأجهزة والمعدات ودمرت مرافقها الحيوية. معنا أنواع أجهزة، أنواع وأحدث أجهزة الكمبيوتر مع الفاكسات، مع إيش أقول لك، أنشطة رياضية كمان للطلاب، النادي بمتكامل راح بالكامل، ما أقدر أقول لك معامل كمبيوتر، معامل الفيزياء هذا كان متكامل طبعاً، إنه في كلية الطب مش إنه مدرسة، إنه جميع المعدات داخلته، غير المعامل الكمبيوتر، غير الساحة الرياضية والقسم الرياضي بالكامل راح. تأثير كبير، تأثير كبير على المدرسات والطلاب والعاملين، شيل على الطلاب فقط، طلابنا من سافر ومن حالة نفسية يرثى عليه، ومن يعني الحمد لله رب العالمين. يكشف هذا الأمر مدى حقد الميليشيا الإنقلابية، باعتبار أن هذه المدرسة لم تكن الأخيرة في هذا الحي، فهناك مدارس أخرى طالتها القذائف وتعرضت للتدمير المباشر. طبعاً هم فرحتهم الجوامع المدارس، يريدون أن يدمروا كل ما هو مركز حكومي في تعز من هذا الشيء، كل حاجة، ولا في بيوت جنب المدارس، في بيوت جنب هذه ما يردون إيش، فاضيات ما بينش أحد، هم يردون جوامع مدارس.